وعن رامي كل ما رمى ما يخيبي مهيوب وهو قاطع ما يهابي. مبادرات شعرية وضعت لها بصمة هامة جدا وتركت أثر مميز في خدمة الشعر والثقافة وخدمة الموروث الإماراتي. مسماها جميل جدا كنز الجيل، وهي أحد قصائد الشيخ زايد طيب الله ثراه. والهدف من هذه الجائزة إبراز شعر الشيخ زايد رحمة الله عليه. ترجمت شعر الشيخ زايد، فكانت هناك فرع للجائزة لحث المترجمين الدوليين لترجمة الشعر زايد للآخر. صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد اعتاد بشكل سنوي أن يطرح لغز شعري عبر وسائل الإعلام، كانت البدايات عبر وسائل مقروءة ومسموعة ومرئية، ولكن بعد ذلك تطور الموضوع واستطعنا أن نصل إلى مجال التواصل الإعلامي. يا من سمع عن شعرة ما تجيبي مسودة تشبه يناح الغرابي. الشامة صحيح حبة الخال صحيح أيوه. المعتاد كان بأن يتم طرح لغز في بيت بيتين ثلاث بالكثير أربعة أبيات وبالتالي يتم الإجابة عليها، لكن صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد أخذ منحى آخر توجه آخر وبدأ يطرح الغاز تتفوق أبياتها عن 57 إلى 100 بيت شعري.